ازيك شباب، عاملين النهارده؟ هنتكلم عن ازاي تعلي الهرتز بتاع الشاشه بتاعتك، حتى لو انت الشاشه بتاعتك يعني مثلا غير دايما الهرتز العالي. فاحنا هنشوف اعلى هرتز تقدر تجيب شاشتك، وده مش هيأثر على الشاشه ابدا، ومش هيجيب لك شاشه سودا، لان في بعض الشاشات القديمه او بعض الشاشات يعني عموما مش لازم القديمه، لو جيت تعلي فيها الهرتز بتاع الشاشة هتلاقي ان الشاشة بقت سودة وما بقتش عارف تتحكم فيها خالص، الا بقى لو وصلت في شاشة تانية الهرتز بتاعها زي الهرتز اللي انت حاطه. اوكي، اول حاجة طبعا الطريقة دي للاسف مش موجودة لكروت انفيديا، هي موجودة بس لكروت اي ام دي. تيجي هنا وتعمل كليك يمين في اي حتة في الديسكتوب، هتيجي هنا وتكتب تدوس على الاي ام دي سوفت وير ادرينال اديشن، هتيجي هنا ويبقى عندك في الهوم، تيجي هنا وتخش على جيمنج، بعدها تخش على ديسبلاي. اوكي، تيجي هنا وهتدوس create new. اوكي، هي طبعا ممكن يبقى عندك كتير هنا، او ممكن يبقى عندك حاجات ممكن يبقى عندك اول مره. لو اول مره تعملها تدوس هنا على زر في النص وهتدوس له اي اسبكت وبس، هو هيوافق، انت هتوافق على الموضوع. ودلوقتي هتيجي هنا وزي ما شايفين كده ال 75 هو اعلى هرتز ممكن يوصل له الشاشه بتاعتك. اوكي، دلوقتي انا عرفت منين انه اعلى هرتز ممكن يوصل له الشاشه بتاعتي هو الهرتز ده؟ اوكي، المهم يا جماعه ان احنا يعني دلوقتي زي ما شايفين كده، لو جينا نعمل كرييت نيو، جيت مثلا اعدل الرقم ده لمثلا 80. اوكي، جربت كرييت، يقول لي دلوقتي the custom resolution settings are، يعني هو بيقول لك عموما يعني من الكلام ده ان الشاشه بتاعتك مش داعمه الهرتز ده، او مش داعمه الريزوليوشن اللي انت عايز تضيفه للكمبيوتر بتاعك ده. فانت لازم تضيف الريزوليوشن صح، ولازم تقعد تقلل في الهرتز لحد ما يوافق لك. اوكي، تقلل 2 2 او 1 1 على حسب. انا قللت 2 2 لحد ما جت ال 75، لان ال 75 دول هم اكتر حاجة اقدر اجيبها في الشاشة بتاعتي. فزي ما شايفين دلوقتي، بس هنيجي هنا وهندوس ويندوز واي عشان يفتح لنا السيتنجز. هنيجي عند سيتنجز، بعدها ديسبلاي. اوكي، تقدر انك تيجي هنا وهتفضل على الريزوليوشن الريكومندد بتاعك، هتشوفه من هنا وتبدأ انك تكتبه هنا عشان يبقى صح. تيجي هنا وتعمل دي سي في تي. اوكي، ولما تدوس على السي في تي هتيجي هنا وتقدر تنزل لحد ما تدوس له كرييت. اول ما تدوس له كرييت دلوقتي هيقول لي لا، هنزله شويه هلاقيه هيجيب لي لا برضه، انما لما انزله ال 75 هيجي يقول لي هقول له كرييت، هينزله لي عادي. اوكي، دلوقتي هو مش موجود فمش هيفرق معايا، او انا اصلا كنت حاطه قبل كده فهو مش هيفرق معايا. هتيجي هنا عند السيتنجز تاني، بعدها هتيجي هنا وعند ادفانسد ديسبلاي هتدوس عليها كليك، بعدها هتيجي هنا زي ما شايفين كده كل ده كان مسموح لي بس لحد هنا حرفيا، يعني زي ما شايفين كده كل الهرتز ده اتسمح لي. والهرتز ده يا جماعه فايدته ان هو بيرفع لك الفريمات في اللعبه بشكل خرافي حرفيا، ويخلي لك اللعبه سلسه. عارفين الموشن بلور؟ هو الموشن بلور تقريبا هو عامل زيه، يعني انت خلونا بس نجرب دلوقتي نخلوه على اقل حاجه اللي هو 23، وبصوا حرفيا الجهاز يعني بقى يعني عامل زي البطاطس. اوكي، فهنرجعها تاني بصراحة، لأن أنا قرفت من الموضوع شكله، بس بقى مستفز بصراحة. زي مش بصوا مش حلو خالص، بيقطع خالص. إنما لو جيت بقى وخليت على 75، أو الهرتز بتاعك اللي أنت هتلاقيه بعد ما تقعد تقلل 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 كل شوية في الرقم اللي أنت حطيته، ممكن لو شاشتك عالية تدور على الريزوليوشن بتاعها، تدور على الهرتز بتاعها قصدي، وتبدأ إنك تحط الهرتز بتاعها ده، او تحط اعلى منه بشويه، تبدا انك تنزل واحد واحد لحد ما تلاقي اعلى ريفريش ريت او هرتز تقدر انك تحطه في المكان ده عشان يديك اعلى فريمات واعلى بوست في اللعبه، واللعبه تبقى كويسه وسلسه معاك. طبعا ده شغال على كل الالعاب، مش لازم ببجي، مش لازم ماينكرافت، مش لازم فورتنايت، مش لازم اي حاجه، مش لازم كاونتر سترايك. المهم بس ان احنا دلوقتي هنيجي هنا وهندوس على ديسبلاي ادابتور بروبرتيز فور ديسبلاي 1، او ممكن يجيب لك ديسبلاي 2، هيجيب لك كذا ديسبلاي. فدي ديسبلاي واحده بس، انا عندي ديسبلاي واحده بس اللي هي شاشه واحده. فزي ما شايفين كده الهرتز من الكارت نفسه، زي ما شايفين الشاشه جايبه انه اخر حاجه عندها فعلا ال 75 هرتز. ده بقى الهرتز بتاع العادي اللي هو اصلا بتاع الكمبيوتر اصلا. تمام، 75. انت اول ما بتحطه بعد الريزولوشنات، لما بعد الهرتزات لما تيجي تحطها بيخليها لك اقل. فانت لو عليتها عن العادي هيخليها لك في العادي عن الكارت وفي الشاشه، ويخليهم لك كلهم متفقين مع بعض. الا بقى مثلا ايه، هتيجي مثلا لما تيجي تعمل المشكله دي هتواجهك مشكله واحده بس حرفيا. المشكله دي هي انك هتلاقي ان الكالر ديبس مش 16، فيبقى في العادي 16 عندي، ممكن يبقى عندك اعلى، بس انت الكالر ديبس ده بيفرق في
شاشة عندك، يعني ممكن دلوقتي تلاحظوا ان انا لما خليت الهرتز 23 الشاشة تحسها فتحت شوية وبقت احسن، بس دلوقتي هي الشاشة غمقت سنة بسيطة. انت ممكن تحاول تعليها شوية من الكمبيوتر نفسه او من اعداد الشاشة، مثلا لو عندك شاشة بيها ريموت تقدر انك تغير الشاشة من الشاشة يعني نفسها. وبصراحة الطريقة دي حلوة جدا وانا جربتها كتير وفرقت معايا في اللعبة، فرقت معايا في ماينكرافت، لسه مجربها حالا على فكرة، وماينكرافت الجوال وماينكرافت فعلا ممكن لو انت شاشتك عالية تقدر انك تقعد تعلي لحد ما فعلا يديك الموشن بلور، اللي هو الموشن بلور انت بتقعد تحمله مودات وكده. انا بحمله مودات لان انا ما عنديش الهيرتز بتاع الموشن بلور. هو المفروض الهيرتز متوسط بتاع الموشن بلور متوسط ما بين 144 و155 تقريبا يعني، بس هو الهيرتزات دي مش م... هو متوفر بيتهيألي فوق ال 144 او ال 144. اوكي انا ما عنديش شاشه طبعا، الشاشه مستحيل تبقى 144 او موجود يعني كتير، بس انا الشاشه اللي عندي مش 144 فبحمل مودات. انما دلوقتي انت لو حملت مودات من غير المودات هتلاقي اللعبه سلسه شويه، ما تلاقيش التقطعات بتاعه الفريمات، ما تلاقيش التمزق بتاع الفريمات لما تيجي تتحرك في اللعبه، بتلاقي تمزق كده في الفريمات مش حلو وبتضايقك جدا في اللعبه لو انت مش مركب الموشن بلور. ولو ما تعرفوش ابقى ابحث برضو ودور كده عن ازاي تركب مود الموشن بلور للالعاب او ازاي تركب موشن بلور. يعني انا ممكن برضو اعمل لكم فيديو مخصوص عن ازاي تعمل موشن بلور في ماينكرافت، ما فيش اي طريقه للالعاب التانية، بس هو مجرد بس مود يا جماعه، هو اسمه موشن بلور، تقدروا انكم تدوروا عليه في النت وتحملوه. هو حرفيا بس انك تكتب موشن بلور في جوجل وهيفتح لك بقى كل الموقع بتاع الكروس فورج، بس انت تروح فيه. بس انا ما عنديش دلوقتي رابط ومش موضوع الفيديو. فالمهم ان احنا يا جماعه دلوقتي كده علينا الهيرتز بتاع الشاشه كويس جدا. والمهم يا جماعه لو عجبكم الفيديو مش لايك وشير والسبسكرايب، وسلام.